يا بسبوسة بسبسوكي بالسمنة والسكر، حتى الأجانب غنولك بسبوسة بسبوسة بت يا دوسة يا دوسة، حلوة البسبوسة. تيجوا نعمل مع بعض البسبوسة بطريقة المحلات المكرملة اللي ريحتها تجيب آخر الدنيا. يلا نشوف المقادير ونشوف هنعملها ازاي. أول حاجة علشان أعمل بسبوسة مكرملة تحفة لازم أكرمل لها الصوص اللي احنا هنعجنها فيه. الكسرونة اللي حطيتها على النار هنزل فيها كوباية سكر، فوق كوباية السكر هحط ربع كوباية مية وحاول أبل الأطراف علشان أنزل أي سكر على الأطراف. معايا هنا معلقة من عسل الجلوكوز، وده مهم جدا في الوصفة دي. معلقة عسل الجلوكوز بيتباع عند أي محلات بيع خامات الحلواني أو في عند العطار. هننزلها بالشكل ده كده، والتقليب بحرص جدا. صينية البسبوسة من أهم العوامل على نجاح البسبوسة إنها تكون الحرف بتاعها قصير زي ما احنا شايفين كده، وأحسن تسوية الصواني الألومنيوم. أنا هنا الصينية معايا المقدار ده اللي هتشوفوه نازل على الموقع، صينية مقاس 30 بالظبط. هنا أنا بدهن الصينية كده، بدهنها بمسحة خفيفة كده من السمنة. قطعت كمان ورقة زبدة على نفس مقاس الصينية بالظبط وعملت لها أطراف. الورقة الزبدة دي أهميتها إيه؟ عشان لو أنا هقلب البسبوسة في طبق تقديم أو هاخدها هدية معايا لحد، مش طبعا مش هاخدها بالصينية، لازم أقلبها في طبق. هنحط ورقة زبدة وكمان هدهن ورقة الزبدة بالسمنة، ده برضو زيادة في التأكيد علشان البسبوسة لما تيجي تتقلب ورقة الزبدة تخرج منها بمنتهى البساطة، ونتأكد من دهان الجناب كويس جدا. هنا يا جماعة بعد ما السكر سبته طبعا بدون تقليب خالص، أول ما ياخد اللون الذهبي الخفيف ده ممكن بقى أقلبه وأخفف النار على الهادي لحد ما ياخد اللون الكراميل. شايفين هو لونه كده إيه؟ ذهبي فاتح. إحنا هنسيبه كده بس طبعا لازم نراقبه، أول ما ياخد اللون البني الجولد الحلو هنبدأ نشوف هنضيف عليه إيه. بصوا يا جماعة بقى هنا كده في المرحلة دي خد اللون اللي هو البني اللي إحنا عايزينه. طبعا في المرحلة دي يا جماعة نخلي بالنا لأنه بياخد لون سريع جدا جدا، اول ما ياخد لون جولد ما نسيبوش، نخفف النار تحتيه ونبقى عيننا عليه. في المرحله دي هنزل المقدار بتاع السمنه اللي هو كان كوبايه الا ربع سمنه، ويا سلام بقى لو السمنه دي سمنه بلدي تديني اروع طعم للبسبوسه. بصوا يا جماعه شايفين القوام عامل ازاي؟ هبدا بقى اضيف معايا الحليب. الحليب هنا معايا كوبايه الا ربع حليب، وما نقلقش ابدا لو عمل تكتل كده هيرجع دلوقتي من درجه الحراره هيرجع يفك تاني. ما ننساش طبعا رشه الملح البسيطه اللي بتظبط لنا طعم الحلويات. طبعا اسلم حل ان احنا لازم نصفيه عشان لو في اي تكتلات من السكر، نصفيه بمصفى سلكي ناعم. هنا معايا بقى خليط الكراميل اللي احنا عملناه مع بعض، انا سبته يهدى خالص يبقى زي دمع العين، يعني احنا نقدر نحط صباعنا فيه كده نتحمله بمنتهى السهوله. طبعا احنا عارفين السكر لو سخن ما نقدرش نحط ايدنا فيه كده. معايا هنا بقى ايه؟ هنا معايا نص كيلو سميد بسبوسه ساده بدون اي حاجه، ولا اضافات ولا بيكنج باودر ولا سكر ولا حق. مش الكياس الجاهزه، في طبعا شركات بتبيع مغلف ده افضل، في عند العطار اللي يريحك ممكن تشتريه. هنا معانا نص كيلو سميد وسط، لا ناعم قوي ولا خشن قوي. معايا نص كيلو سميد هبدا انزل عليهم الخليط اللي احنا عملناه اللي هو خليط الكراميل. عشان اضمن انها اختلطت كويس بايديا تقلبتين ثلاثه بساط جدا. خلاص هنا كده مرحلة الاسباتشولا خلاص، هنبدأ بقى كده اهو. بصوا يا جماعة من تحت لفوق كده اهو، ومش كتير ومش بعجن، انا بخلط بس. هنا بقى بعد ما اتخلطت زي ما احنا شايفين كده هنبدأ ننزل في الصينية. بإيديا كده هبدأ أفرد الخليط فيها، نفرده كده فرد بسيط. شايفين؟
شايفين يا جماعه اللون ذهبي ازاي؟ اللون واخد تحميصه كده بطعم الكراميل تحفه جدا زي اللي بتتباع في المحلات بالظبط. هنا بقى هبدا، طبعا انا هنا مستخدمه بندق مقشر بس يكون ني مش متحمص، هبدا ارصه. تقدري تحطي لوز، تقدري تحطي بندق، فستق من غير خالص، تقدري تحطي سوداني، جوز هند. بالشكل ده بعد ما رصينا البندق كده، حركه بقى علشان البندق طبعا يثبت فيها، هضغط كده عليه ضغطه خفيفه بايديا كده. البسبوسه دي بدون بيكنج باودر. طيب انا عايزاها منفوشه، هعمل ايه؟ هسيبها بره قبل ما ادخلها الفرن، هسيبها من ربع ساعه لنص ساعه. الحبه دول اللي هي تقعدهم بره، حبه السميد هتتفتح معايا، هتديني نفس عمل البيكنج باودر بالظبط. عايزه تحطي بيكنج باودر عشان انت مستعجله، هتحطي نص معلقه شاي على نص كيلو سميد. تمام، احنا كده هنسيبها بقى حوالي ربع ساعه، هدخلها الفرن على درجه حراره 200، ولازم يكون الفرن محقق درجه الحراره العاليه. البسبوسه ما بتخشش على نار هاديه، بتخش على نار عاليه من 200 ل 220 الفرن، بتخش على الرف اللي في الوسط لمده من 30 ل 35 دقيقه. بعد 30 دقيقه بلاقي الاطراف خدت لون ذهبي كده واتحمصت وبقت حلوه، خلاص بطفي من تحت وبشغل الشوايه وبنزل الرف لتحت شويه تاخد لون خفيف، تبقى كده استوت. في الاثناء دي بعد حوالي تلت ساعه في الفرن هنبدا نعمل الشربات وهنشوف هنعمله ازاي مع بعض. بعد ما دخلنا البسبوسه فات عليها في الفرن حوالي 20 دقيقه او بقالها 10 دقائق، ده الوقت المناسب ان احنا نعمل فيه الشربات. هنا هحط كوبايه ونص سكر على في الكسرونه، هنزل عليهم كوبايتين من الميه، وعليهم عصره نص ليمونه، وهنحط القشره بتاعه الليمونه في الميه. بسبوسه يعني ايه؟ يعني سمنه وسكر. هنا معايا طبعا السكر او الشربات او الشيره او القطر بتاعها بياخد غلوه لمده 5 دقائق وبنطفي على طول. تمام، مفيش كده مشكله. بعد ما بيغلي وهطفي عليه، خلاص انا دلوقتي كده هطفي لان هو غلي خلاص، بعمل ايه؟ باخد في الشربات معلقه سمنه، معلقه سمنه. احنا مش هنحط فانيليا، لا مش هنحط على البسبوسه فانيليا، هندي البسبوسه ريحه من ريحه السمنه اللي عندنا. كل ما السمنه اللي انت استخدمتيها نوعها حلو هتديكي ريحه للبسبوسه تحفه. شايفين البسبوسه وجمالها؟ بس عايزه اقول لك نصيحه، اوعي تعملي زي نفس الغلطه اللي انا عملتها لما قلبتها وهي لسه دافيه. لازم نسيب البسبوسه تبرد خالص على الاقل 3 4 ساعات وبعدين نقلبها. البسبوسه ان شاء الله لما تجربوها تحفه جدا، عايزه اوريكم هي طريه قد ايه. بصوا يا جماعه، بصوا شايفين عامله ازاي؟ بصوا طريه جدا جدا جدا، ومن جوه مرمله ولونها ذهبي خطيره. لازم تجربوها ان شاء الله، تعجبكم جدا جدا. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.